بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي أينما كنتم في برنامجكم ملك وكتابة. ليتكم كنتم معنا لتتذوقوا طعم الحياة من خلال مذاق الأهلي. إبراهيم، أهلا بك يا باشمهندس. أهلا بكم أعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم والحلقة 815 لقاء الاثنين من ملك وكتابة. الحقيقة حلقة مهمة جدا، عنوانها كلمة واحدة: على قدر أهل العزم تأتي المطامح. طبعا مع الاعتذار للشاعر العربي الكبير أبو الطيب المتنبي: على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم. على قدر أهل العزم جاء الطموح الأهلاوي. قبل ما نخش في الحتة دي، مؤكد أيوة. مؤكد أيوة. وانت انا بسالك سؤال عارف اجابته يعني. عشت معايا اغرب مناخ وامتع مناخ فيه طعم الحياه بكل الوانها. صحيح. بكل قمه السعاده، قمه الالم، قمه الطموح، قمه الزهو، قمه الفخر، قمه ليه كده بس. راينا الاهلي كما يعني نتمنى أن نراه في عيون الآخرين. شفت حب الأشقاء المغاربة من لحظة هبوط الطائرة لحد مغادرتها في رحلة العودة. عشت معايا هذه المشاعر. شفت كلامهم على الأهلي، شفت كلامهم على المصريين، شفت كلامهم الحقيقة يعني مدعاة للفخر يا أستاذ إبراهيم، والفرحة والحمد لله على نعمة الأهلي.